مساء الخير كتير مننا بيمر بمشاكل في حياته بتخليه محتاج يزور دكتور نفسي متهيألي ثقافه الدكتور النفسي في مصر اتغيرت معظم الناس بقت فاهمه ان العلاج النفسي مش عيب ولا حاجه تكسف معظمنا بقى عارف ان الدكتور النفسي زيه زي دكتور البطنه او الصدر او القلب وان المرض النفسي زيه زي اي مرض عضوي بيصيب الانسان ياسمين بطل القصه حقيقيه النهارده كانت عارفه انها مريضه نفسيه قررت تتعالج بس بدل ما تحل مشاكلها بقت علاقتها بالدكتور النفسي هي المشكله ازاي تعالوا نسمع القصه من الاول اسمي ياسمين في اواخر التلاتينات من عمري عشت حياتي متعقده من كلام امي كانت دايما بتتريق علي وتقلل مني في كل كبيرة وصغير ولحد النهاردة الطبع ده فيها عمرها ما قالت لي بحبك وخدتني في حضنها ولما حاولت ألفت انتباهها كانت تقولي مش لازم أقول بال... بالكلام إني بحبك أنا كل تصرفاتي معاكي بتقول إني بحبك ودي أهم حاجة ورغم معاملتها الصعبة بس أنا بحبها ومستحيل أتخيل حياتي من غيرها خصوصا إن أختي اللي مني عندها فصام عقلي وده خلاني محرومة من إني أبقى قريبة منها وأحكي لها وتحكي لي زي ما بيحصل بين البنات الأخوات عشان كده قررت أهرب من مشاكل البيت بقصة حب كان إنسان طيب ومحترم وعلى خلق حبيته واتخطبنا وقلت الحمد لله ربنا عوضني باللي هعيش معاه الحياة اللي بتمناها وفي ليلة حلمت إنه راكب عربية وبتقع بيه من فوق الجبل، قمت مفزوعة واتحقق الحلم، مات في حادثة قبل الجواز بحاجة بسيطة جاتلي وقتها صدمة كبيرة وكرهت الحياة وبقيت كل شوية اسأل نفسي هو انا عملت ايه وحش عشان استاهل انه يتعامل فيا كده قعدت فترة متوحدة مع الكتابة، كل حاجة حساها او بحلم بيها كنت بكتبها لحد ما زهقت وقررت ارتبط ارتبطت برجاله كتير كلهم كانوا محترمين وعايزين كل خير بس ما كنتش بقدر اكمل معاهم على طول بحس بالملل او الخوف عشان كده كنت كل شويه اهرب باي حاجه مره ما ردش على التليفون مره ارمي الشريحه واغير الخط بعد فتره اتخطبت بس ما كنتش قادره احب خطيبي كنت دايما اشوف حبيبي الاولاني بداله فسخت بعد ما اعترف لي بنزواته العاطفية مع بنات وستات أجانب وقال إنهم لسه أصحاب بس هو تاب لكن أنا مرتحتلوش بعدها لقيت نفسي بعمل تصرفات أنا نفسي مش فاهماها ودخلت في قصص حب مع رجالة متجوزين ولما الموضوع يدخل في الجد ويطلبني للجواز أقوله حرام عليك حرام عليك مراتك وولادك ملهمش ذنب كانت آخر طموحاتي في الحقيقة إني أتجوز واحد متجوز وكل ما في الحكايه اني كنت بحب استمتع بكلام الحب والهيام اللي ما بيطلعش غير من الرجاله المتجوزين لستات تانيه غير مراتاتهم ولما الاقي الواحد منهم بيجيب سيره مراته بكلام وحش افضل ادافع عنها لحد ما يزهق مني ويمشي فضلت كده لحد ما اتخطبت لواحد توكسيك شخصيه سامه بمعنى الكلمه طلع عليا القديم والجديد والغريبه يا سالي إني لما صليت استخارة قبل الخطوبة حلمت إني معجبة بواحد لرأس راس تعبان وكل الناس مستغربة إني بحبه بحبه ازاي ده؟ قلت ده كابوس عادي ملوش علاقة بالموضوع وكنت ساعتها وصلت لسن ال 36 وهو كان نفس سني بعد فترة من الكلام الحلو والتفاصيل اللي سحرني بيها ظهر لي الوش التاني اكتشفت إن لسانه طويل جدا ما عندوش أي ذوق في الكلام ساعات كان بيقول لي ان قرايبي قالوا لي بلاش تتجوز ام 36 سنه دي وشوف لك واحده صغيره وساعات تانية يقول لي انت صورتك على الفيسبوك احلى منك لكن انت في الحقيقه مش كده وبعد كده سافر كان بخيل جدا في مشاعره لا بيتصل ولا بيهتم ولا كاني في حياته ولما بعت له صور موبيلي عجباني عشان اخد رايه يقول لي ذوقك وحش انت ما تختاريش حاجه انا اللي هختار كل شويه يرمي كلمة زي الدبش وافضل اعيط بالايام ولما نزل من الاجازة بدل ما يفكر معايا في ترتيبات الجواز زي ما كنا متفقين راح حط فلوسه في تغيير عربيته ولا كاننا قربنا نتجوز وكل ما اتكلم معاه في حاجة من العفش والاجازة يقول لي سيبيني انا هتصرف انا عارف انا هعمل ايه لحد ما في الاخر خلف كل وعوده وسابني وبكيت وفضلت اتحايل عليه ما يسيبنيش قال لي مفيش حاجه اسمها حب واحنا ذوقنا مش واحد فضلت اعيط زي الهبله رغم ان اهلي كانوا فرحانين ان ربنا خلصني منه لكن انا تعبت جدا وبعد فتره حبيت واحد زميلي في الشغل كان كان اصغر مني بعشر سنين رغم انه حبني قوي لكن اهله رفضوا رفضوا ان يتجوز واحده اكبر منه وقال لي صعب اكسر كلامهم انا كمان مش جاهز ماديا وهم اللي هيساعدوني فقررت اروح لدكتور نفسي عشان اتعالج بص يا ياسمين الخطوه دي اتاخرت قوي كان لازم نروح لدكتور نفسي من زمان من اول ما خطيبك اتوفى من اول ما شفتي حاجات وحشه من اول ما انت عارفه ان اختك ممكن تكون مريضه فصام ممكن ده ياثر عليكي في حياتك او تكوني مش مرتاحه كان لازم نعمل ده من زمان قوي بس كويس انك رحتي تعالوا نكمل ونشوف حصل ايه. رحت العياده ودخلت اوضه الكشف لقيت قدامي دكتور شاب وسيم مهتم بمظهره ملامحه بريئه ومريحه لحد كبير حكيت له على كل حاجه عني بالتفصيل وهو بدا يقدم نصايحه ورؤيته وخطه العلاج بطريقه كلها سحر ساعدني كتير في اني ارتب مسار حياتي حسيت انه مش بس دكتور لا ده روح نقية وقلب أبيض ما بقاش فيه زيه النهاردة أروح وأنا كل حزن ووجع ومشاكل وطاقة سلبية أخرج من عنده قلبي طاير وكل مشاعر إيجابية <applause> وسلام نفسي وشوية بشوية بقى هو مصدر الأمل بالنسبة لي بقيت بستنى الوقت اللي هروح له في العيادة فيه وازعل قوي هو بيقولي إن ميعادنا الجاي كمان أسبوع أقول أقوله ينفع أجيلك بكرة مش عارفة يا سالي أنا إزاي وإمتى أعجبت بيه؟ والحقيقة إن الموضوع اتطور لدرجة إني اعترفت له إني بحبه. وطلبت إني أتجوزه وحكيت له إني بقيت مجنونة بيه وبتكلم عنه كل شوية. لدرجة إنهم في الشغل سموني مجنون الدكتور فلان وبقيت مقيمة في صفحته على الفيسبوك، بتابعه ليل نهار. بعد ما بقى مصدر الأمان والراحة وكل حاجة حلوة في حياتي. وبقى الشخص الوحيد اللي عارف كل نقط ضعفي وياما ياما عيطت قدامه من غير كسوف او حتى ابقى محرجه وعمره ما داس عليا ولا حاول يستغل نقط الضعف دي بالعكس كان بيحترمني وبيتعامل معايا بشكل عقلاني جدا وصارحني <applause> اني بالنسبه له حاله بيعالجها وبس وانه بيحترم شرف مهنته وقسم اللي اقسمه في انه يحافظ على المرضى بتوعه وما يخونش ثقتهم فيه ابدا بس انا والله بحبه جدا مش قادره استغنى عنه <applause> كل مره اروح له فيها اعرض عليه انجازاتي البسيطه والحاجات الحلوه اللي قدرت اعملها وافرح جدا لما اشوف لمعه عينيه وهو بيقول انه فرحان وفخور بيا ويفضل يشجعني بس بموت بموت بعدها لما اكتشف ان ده تشجيع الدكتور للحاله بتاعته مش تشجيع المحب لحبيبته قلبي موجوع اوي يا سالي وحياتي من غيره ملهاش اي معنى والموت بقى اهون بكتير وليلي اعمل ايه؟ تعالوا بقى نقولها تعمل ايه؟ خلصت رساله ياسمين ولما الدكتور النفسي بيبقى طرف في المشكله مش عارف المفروض بقى المريض يروح لمين يعني يلجا لمين ساعتها؟ يا ترى بقى طبيعي ان المريضه اول رايحه تتعالج تتعلق بالدكتور بتاعها ولا ياسمين حاله مختلفه وحاله خاصه طب المفروض الدكتور بتاعها بقى يعمل ايه هيعرف يعالجها بعد ما بقى طرف في مشاكلها وبقى سبب سعادتها وقلبها بيرفرف ولا المفروض ان هو يعرضها لدكتور تاني طب ايه العلاج المناسب في مشكله زي دي اسئله كتير قوي قوي واكيد دكاتره نفسيين كتير قوي وقعوا فيها استنونا بعد الفاصل قصتنا النهارده عن ياسمين اللي مرت بمشاكل كتيره جدا في حياتها خلتها تبقى مريضه نفسيه من بدايه علاقتها النشفه او القاسيه مع مامتها في الطريق خطوبتين ثلاثه اللي يموت واللي يطلع صاحب شخصيه مؤذيه او توكسيك او سام واللي ما يحترمش رايها وطول الوقت يقلل منها او يتريق عليها مع كلام مع رجاله متجوزه كلها حاجات كانت سبب في ان هي تزور دكتور نفسي بجمله المشاكل بقى حبت الدكتور بتاعها زي ما بتقول في رسالتها وطلبت منه ان هو يتجوزها دلوقتي هي مش شايفه ان الدكتور اللي بيعالجها ده هو آم اي حاجه تانية غير انه هو اللي هيسعدها وهو اللي هيعوضها عاطفيا عن اللي شافته في حياتها وهو اهم حاجه في حياتها مش قادره تنساه قلبها بيرفرف لما بتشوفه مش عارفه تبعد عنه مش عارفه تعمل ايه وعشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور محمد محمود حموده استشاري الطب النفسي عشان يقول لنا هنعمل ايه ازيك يا دكتور ازيك إيه؟, ايه تحب انت القصص دي قوي صح قصه فيها تفاصيل كتيره فده الحلو اللي في القصه طب اول حاجه هو الام لما تكون ناشفه مع اولادها ممكن تطلعهم فعلا مرضى نفسيين طيب خلينا الاول نبدا زي ما انت قلت كده بالام بس هي مش فكره انها ناشفه الام دي عندها حاجه مشهوره عندنا في الطب النفسي اللي هي بنسميها هاي اي او هاي اكسبريسد ايموشن دي معناها ثلاث حاجات معناها هوستيلتي كريتيسيزم و اوفر ايموشن هي بتنتقد او بت... او انها بالظبط كده هي, هي ام ناقضه جدا أه. أه. مشاعرها بتعبر عنها جدا أه. وكمان هي عدائيه جدا مع اولادها عشان عايزاه ليه لها ما لازم اقول لك ما 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 هو ده ما هو ده بقى هو ده بقى, بقى ايه بقى هو ده هي بتعبر عن الحب بالاوفر بروتكشن اللي هي بتعمله كنترول <applause> يعني هي شخصيه بتتحكم قوي دي بنسميها عندنا في الطب النفسي اللي هي كده هاي اكسبريسد ايموشن بتعبر <تصفيق> بتعبر عن مشاعرها بشكل غلط نقد <applause> عدائيه تجاه الولاد والحاجه التالتة تعبير مبالغ فيه ده عن المشاعر اللي هو بت... الناس فاكره انه حب او ايوه بي... لازم اقعد اقول كل شويه بقى بيقولوا عليه حب يا ابني انت بحبك. عارفه ده يض... يطلع مرضى نفسيين ده بجد اه والله لازم اقول لهم كلام ده عامل اساسي في حدوث مرض الفصام عشان كده هي في القصه قالت لك أختها, اختها عندها فصام طبيعي اللي تتربى مع ام زي دي مرض الفصام ده تاني كده مرض الفصام ده مرض بيأثر على التفكير والادراك بتاع المريض بيعمل فالمريض يبقى عنده ضلالات عنده في التفكير خلل يخليه عنده افكار ثابته راسخه ما بتتغيرش بالمنطق الافكار دي ممكن تكون ان الناس بتراقبه ان حد بيخونه انه الناس بتاذيه ان المخابرات آه آه متسلطة عليه <applause> ان هو عظيم ان هو المهدي المنتظر <applause> ومصدق الفكره وخلل في الادراك يخليه يسمع او يشوف حاجات مش موجوده هو الوحيد اللي بيسمع الاصوات دي وهو الوحيد اللي بيشوف الناس دي ويفتكر ساعتها انه ايه ملبوس ده وراثي آه في عامل وراثي وفي عامل بيئي وفي عامل بيولوجي العامل البيئي انها تتربى مع ام زي دي زي الام اللي زي دي تطلع بنت عندها فصام مش بس كده وتطلع بنت تانيه عندها اضطرابات في الشخصيه زي ياسمين القصه بتاعت ياسمين عباره عن قصه واحده عندها اضطراب في الشخصيه والمفاجاه اللي انت هتفاجئي لما اسمعها ياسمين عندها اضطراب الشخصيه النرجسيه. هي إيه بت عشان بتخلي الرجاله تكلمها تقول لها كلام حلو خدي بالك وتحس بنفسها مع انها حاسه ما عندهاش ثقه في نفسها خالص ده مش نرجسيه. احنا عندنا ما مع... هو شوفي انت بتقولي ايه؟ <تصفيق> احنا <تصفيق> عندنا نوعين من اضطراب الشخصيه النرجسيه إيه بقى؟ لدرجه انه ما يجيش في بالنا <applause> ابدا انه ياسمين دي شخصية نرجسية لا هي عايزة تحل خليني اقول لك بس خليني اقول لك بس ان الشخصية النرجسية دي شائعة طبعا في الرجالة عن الستات بنسبة آه. 8 لخمسة دي حقيقة يعني كل 8 رجالة عندهم شخصية نرجسية قصادهم 5 ستات عندهم 0.005 <applause> ستات ايوه لا لا, لا لا موجودة في الستات وشائعة وياسمين آه. نموذج للشخصية النرجسية متقسمة قسموها سنة 1993 لنوعين من الشخصية النرجسية النرجسي الواضح اللي هو اللي انت عارفاه اللي تقولي ده نرجسي اللي هو زي خطيبها اللي كان توكسيك وحش اه اللي هو طول الوقت بينتقد وطول الوقت شايف نفسه فوق وطول الوقت بيفكر في نفسه اناني وراح غير العربيه بدل ما يروح يجيب لها شبكه زي الناس ولا يخلص اجراءات الجواز ولا يجهز البيت ده نرجسي واضح النرجسي الصريح والنرجسي الخفي اللي هو ياسمين نفسها ياسمين عندها اضطراب الشخصيه النرجسيه الخفيه اللي هو الشخص ده طول الوقت يز... يبدو انه في قله ثقه في النفس لكن في الحقيقه هو قله الثقه في النفس اللي ظاهره دي تحتيها شخصيه نرجسيه عكس الثاني اللي يبدو طول الوقت واثق في نفسه انا حسيتها جمله واحده هو انا ليه بيحصل معايا كل ده أنا وحشه قوي كده عشان يحصل معايا كل ده مم. خدي بالك اللي هو لا انا استاهل اكتر من كده بكتير حتى النوايا على نياتكم ترزقون ده احنا أنا ده احنا كل كدا. اللي احنا عملناه لو تاخدي بالك بعد قصه خطيبها الاولاني ها. دخلت في علاقات متعدده وكل مره الناس كويسين ولكن هي ما بتكملش للاخر بس ما خدتش بالك كل مره احنا بنتكلم على حاجه معينه كان اصغر مني ب 10 سنين فاهله قالوا لا، تاخده تاخد ستة 36 لما انت ممكن تاخد واحد اصغر منها؟ تفتكر هم بيقولوا كده ولا هي اللي حاسه ان هي لما وصلت 36 بقت قليله؟ لا هم بيقولوا له هم بيقولوا له كده فعلا ها. بس في حاجه تانية عن سنها هنتكلم فيها بس خليني اخلص الحته الاولانيه بتاعت اه. الشخصيه اه. النرجسيه انها كانت كل شويه تدخل في علاقه واول ما تحس ان اللي قدامها بدا يتعلق بيها تقوم ديك. عامله ايه؟ تقفل تنسحب آه. بالظبط كده، تغير رقم التليفون، تقفل التليفون، بتنسحب من أي علاقة، ده مش بس كده، ده بدأت تدخل في علاقات مع ناس متجوزة، ومش عشان خالص إنها تتجوز، عشان تحس بنظرات الإعجاب في إن عيونهم أحسن من مراتهم وإن هي أحسن من مراتهم وتاخد الدور اللي كانت بترد كيف. عليكي آه. وتقول في القصة بقعد أقول لهم إن مراتك كويسة والعيب فيك. هي طول الوقت عايزة تبين إن هي إيه معايا البنت فظيعة آه آه. فهي عندها اضطراب الشخصية النرجسية وهو ده اللي مسيطر عليها وهو ده اللي مخليها تخش في علاقات متعدده بس ولا هي مش بس كده موت موت خطيبها عمل فيها كده لا موت خطيبها كان عامل يدخلها في انها خلاص بقى شخصيه نرجسيه تبدو واضحه بعد كده لانه خطيبها ده لو كانت اتجوزته كانت هتظهر برضه شخصيه نرجسيه هي إيه هتمارس عليه ان هي إيه اقوى بالظبط بس كانت هتكمل في الجوازه آه. لكن لانه ده ما حصلش وما اتجوزتش خطيبها اللي كان بتحبه فظهرت بقى قصه الشخصيه النرجسيه اللي بتخش من علاقه لعلاقه من عن علاقه عن لعلاقه, لعلاقة لحاجة لحاجة وفي الاخر النتيجه صفر حاجه مهمه جدا برضه عشان كل اللي بيتفرجوا علينا ازاي اتخطى الفقد يعني دايما بيقول لك ايه معنى بيقول لك الموت اسهل من ان انا ابقى شايفه حد هموت واكلمك وما ينفعش نتكلم تاني مع بعض مهما حصل وانت عايش طيب انا قلت لك قبل كده في قصه برضو من القصص آه حكايه الجريف رياكشن او, أو آه رد الفعل اه رد الفعل للفقد فاحنا مم. عندنا خمس مراحل بيمر بيهم الشخص مم. المرحله الاولى اللي هي مرحله الانكار لا آه الانكور. ده هو بالظبط لا هو ما سابنيش لا هو راجع تاني لا مم. هو ما انتهتش العلاقه على كده وبعدين بعد ما تبدا تدرك المرحله الاولى انه خلاص ما مش مم. راجع ولا حاجه أقولك المرحله دي وحشه قوي دكتور انك بتقعد تفكر تقول ايه هو انا مش هحضنه تاني لا هو انا قاعد مستني هو انا مش هشوفه تاني المرحله بس دي خلي بالك الكلمه دي ممكن تدمرك بجد خدي بالك مرحله, مرحلة الانكار دي انا قاعد مستني ايوه انا بشوفه كل يوم انا مش شوفه تاني خالص انا قاعد مستني انه هيتكلم فانا ماسك التليفون زي ما انت كنت بتقولي كده انه كل شويه بص في التليفون أيوة. كل شويه ابص في التليفون لان انا مستني انه يتكلم مش معقوله مش هيتكلم فدي مرحله أو مش معقول الانكار مش كل يوم الصبح زي ما كنت بشوفه لو حد من العيله خدي بالك بقى, بقى المرحله اللي بعديها اللي هنخش فيها مرحله اللي هي الغضب هبدا بقى بعد ما خلاص انا زعلان من الدنيا لا زعلان منه بعد ما اتاكدت ان هو مش هيرجع ابدا اشتم فيه بقى والواطي الحقير اللي مش كويس اللي مش دا عارف ايه ده في الفقد في الموت ده في الموت ولا ده في في, في, في في الريليشن شيب ده في في الريليشن شيب او في الموت بس كل واحد فيهم مختلف المرحله بتاعت الغضب <تصفح> الغضب من الدنيا لما يبقى حد مفقود مات الغضب من ربنا انت ليه خدت مش عايزه اصلي عشان زعلان ربنا عمل فيك اعوذ بالله لكن لكن لما حد يبقى هو اللي مشي هو اللي رحل فالغضب هنا من الشخص اللي ايه اللي رحل ده بس ما عندوش دم إزاي بس زي الجريف رياكشن بيحصل في الرحيل أوه. سواء انا مشيت بس ما متش او في حد مات لي أوكي. تمام المرحله اللي بعد كده مرحله الدبريشن ودي المرحله اللي بنشوف فيها غالبا الناس اللي بقى في فقدة في حياتهم سواء في قصه عاطفيه او حد مات بيجي في مرحله الدبريشن إيه بقى انه بدا يدخل في اكتئاب ايه بيبقى ايه شكل مكتئب إيه؟ مكتئب بيعيط و... يعني و... وحزين ومش, عايز... ومش عايز... عايز لا لا ما بيجيبش شاورما لو جبت شاورما ما انا بقعد افكر لو انا هدفع للدكتور او اجيب شاورما انا شاورما غلط انتي ما بتتعافيش بعد الشاورما، الشاورما دي مؤقتا بت... ده انا ببقى مبسوطه جدا يعني خ... ما ايوه ده في اللحظه دي ان انا جبت الشاورما بس تاني يوم هصحى آه. مكتئبه برضه ومنكده برضه انا فاكر انا دفعت فلوس كتير قوي وارجع اقول لك لا انا اكتئبت وكمان ايه كمان فقير <applause> والشاورما وش... آه ما, ما عملتش حاجه <applause> والشاورما تخين وكمان تخين <applause> طب انتي عارفه <applause> أنه... قصه طب هقول لك حاجه عارفه آه. قصه الشوكولاتات انا ما كملتش الجريفي ريأكشن خليني اكمل القصه إيه اللي الاخر وبعدين ارجع للشاورما خلاص <applause> <تصفي آه فالمرحله الثانيه هي المرحله الثالثه اللي هي م. مرحله الدبريشن المرحله الثالثه يدخل في اكتئاب ويبدا يقول آه انه خلاص الدنيا انتهت وشايف الدنيا سودة ومش مبسوط وخلاص وبعد كده المرحله الرابعه مرحله البارجنج مرحله التفاوض وبعدين المرحلة, المرحله الاخيره هي مرحله التفاوض مع مين التفاوض بقى مع انه لازم نقوم ولازم نرجع تاني للحياه مع والحياه نفسي يعني؟ اه يعني اقول لنفسي قومي يا سالي يلا المرحله دي اللي, اللي بعدها اه المرحله اللي بعديها بقى مرحله الاكسبتنس ان انا اوصل للايه إن للقبول اتقبل بل. تقبلت الفقد وخلاص والحياه عدت دي بتاخد وقت قد ايه تمام خدي بالك بس المراحل دي كلها متوقف على الشخص المفروض عشان يبقى الشخص سوي وطبيعي المراحل دي ما تعديش 6 شهور لو عدت ست شهور فهو دخل هنا في اكتئاب ولازم ايه يروح يتعالج او دخل في بوست تروماتيك ولازم يروح يتعالج يعني انا لو ست حسب. شهور لا قدر الله في الفقد في, في علاقه او الفقد في حد, في حد عزيز عليا مات او حد فاميلي و... ممبر او آه. حد في العيله آه. ست شهور ده طبيعي ان آه. انا اقعد زعلانه زعلانه ست شهور وما ياثرش على نواحية الوظيفيه يعني ما يبقاش في خلل وظيفي ولا خلل اجتماعي بروح شغلي بس زعلانه آه آكل واشرب وبنام وبخرج بس زعلانه فاهماني حياتي الاجتماعيه وحياتي الوظيفيه شغالين كويس بس بيقولوا بس في, في الفقد لا بيبقى اكتر لأن انت عاشرت حد و... وعرفته بيقول على كل سنه مش عارفه بتاخد عليها قد ايه تقريبا جوائز في حاجه لا هو ده من الحاجات الضاغطه جدا كان أوه. في اتنين علماء واحد اسمه ريتشارد راهي واحد اسمه توماس هولمز عملوا قائمه عملوا قائمه بضغوط الحياه اللي الناس بتتعرض لها لقوا انه اكتر ضغط الشخص ممكن يتعرض له هو فقد شريك الحياه ايوه طبعا فدا ضغط من الضغوط العد... القويه جدا اللي الشخص بيتعرض لها بس لازم برضه ما يعديش ست شهور لانه لو عدى ست شهور يعني لو طيب قعدت متجوزه سنه واتطلقنا اقعد ست شهور بس يا, يا, اخي انا يا حزينه فاهم على بونيس ما اكتر من انت كده انت مش فهماني انا حزينه عليه آه. وكل حاجه بس بروح حياتي وبشتغل وبعمل كل حاجه بقابل اصحابي وبنزل وبروح وباجي وما زلت حزينه بعد آه. ست شهور كمان انا حزينه عادي اقعدي حزينه طول عمرك عليه بس عارفه تعيشي وعارفه تتكيفي يعني ياسمين المفروض كانت تقعد ست شهور بس طب ما هي عملت الصح البنت اهي في القصه في اي قصه؟ ما هي ما هي قعدت ست شهور وبعد كده عرفت ناس يعني قعدت شويه اديها شهرين يا اخي يا اخي بحاول الاقي لها اي مخرج يعني <applause> طب خليني ارجع للحته الثانيه آه. بتاعت حكايه الشاورما دي لانها مهمه أو دي جدا انت عارفه ده ديفنس آه الناس بتعمله ضد الاكتئاب ان احنا ننزل نجيب شوكولاتات كتيره ونجيب لا بيبسي ده غلط ونجيب جدا ونجيب ده انت مكتئب وتخين ومفلس برضه ونجيب, ونجيب بيتزا ما هقول لك بس بس ده مبني على بيولوجيكال بيز النشويات والسكريات بترفع السيروتونين ده هتقول فوالله والله بترفع السيروتونين بتبقى فرحان بس ده مؤقتا بتاع السعاده بس مؤقتا مش مهم لحد ما نام فأحنا الصبح نبقى نشوف بالظبط كده فهم يعملوا كده يقوموا رايحين طيب. يجيبوا شوكولاتات يجيبوا شاورما ويجيبوا حلويات بالظبط ويقعد ياكل آه. ويبقى سعيد ومبسوط لانه رفع السيروتونين ده مؤقتا تعالى بقى الساعه 12 الفجر على فكره ده فعلا بيرفع السيروتونين نشويات وسكريات بس هل انا كده حليت المشكله لا انا رفعت السيروتونين الصبح بقى انا رفعت السيروتونين مؤقتا ها. وبكره الصبح بقى مكتئب زي ما انا لا ها. وزاد الاكتئاب ان انا صرفت فلوس وان انا وزني زاد اه طبعا طب ما هي دلوقتي هي بقى هربت بايه بقى بان هي بقت نرجسيه وبقت عماله بتقيم علاقات تتكلم مع ده وتتكلم مع ده ورجاله متجوزين وجوازات ما تنفعش ايوه هو لما هي شافت الولد الاصغر منها ب 10 سنين هل ينفع الست تتجوز راجل اصغر منها ب 10 سنين اه ينفع بس خدي بالك هي هنا ما كانتش دخلت في العلاقه دي عشان هي بتحبه ولا هي عايزه تتجوزه طب لو هي 36 وهو 26 لا ما هي, هي ما انا بقول لك ينفع إنها تتجوز راجل اصغر منها ب 10 سنين قبل كده لازم يكون الراجل عدى ال 30 عشان يعرف ياخد القرار لازم يبقى هو عارف هو عايز ايه لانه احنا احتياجاتنا العاطفيه بتتغير مع الوقت يعني ايه يعني اللي هيتجوز في العشرينات ليه احتياجات عاطفيه واللي هيتجوز في الثلاثينات ليه احتياجات ثانيه خالص واللي هيتجوز في الاربعينات ليه احتياجات مختلفه عشان كده لو تبصي على جوازات حواليكي هتلاقي انه اللي اتجوز في العشرينات ميطلع. مش عاجبه اه مش عاجبه الجوازه اللي هو اتجوزها في الثلاثينات لانه شايف انها مش مرضيه لطموحه ولا لافكار الكلام ده مش الكلام ده مش حقيقي <applause> اسمع مني واللي اتجوز في الثلاثينات في <تصفيق> <اللي> <تصفيق> الاربعينات هيكتشف ان الجوازه بتاعته ما كانتش هي المناسبه ليه أيوه. لانه هو عقله بينضج مع الوقت واحتياجاته في شريك الحياه بتتغير مع الوقت فلازم هو يكون ناضج بشكل آآ آآ كبير عشان لما يقرر انه يختار واحده اكبر منه في السن ب 10 سنين يبقى عايز يكمل معاها بقيه حياته طب انا بس هو رأي. يمكن هو يمكن آه. يتجوز واحده اكبر منه ب 10 سنين اه ممكن طب انا هقول يعني انا مش سنين. بشوف ان هي باحتياجاتنا في السن لا كل واحد مننا عارف هو عايز ايه يعني انت عايزه ايه في الراجل؟ عايزه واحد اثنين ثلاثه اربعه عايزه ايه في السن؟ عارف. عايزه عايزه ممكن ده تكون امي مثلا مش موجوده فمحتاج ام يعني عايزه ده عايزه ده عايزه ده وانت عندك كم سنه؟ لا وانا بعد ما عديت 30 احنا هنهزر ما هو كل سنه أوه. اللي انت عايزاه بيتغير انت النهارده بتحبي حاجه معينه وعايزه ليك متطلبات معينه السنه الجايه ما عدتش متطلباتك فاهماني لا بس ازاي الشخص يعني الحنيه حد هيقعد يقول لك انا عايز السنه حنيه السنه الجايه انا عايز واحد غني افهمك افهمك افهمك, أفهمك, أفهمك, أفهمك آه, اه ايوه أه البنت المراهقه بتبقى اختيارها ايه مبني على ايه في في شريك الحياه الهيام والغرام والهدايا والدباجيب واللعب جميل جميل لما تخش في العشرينات انه هياسس بيته وهيجيب حاجات كويسه ومش عارف ايه وإنه هو شغال شغلانه مناسبه في دخلت. وفي اه وفي حب آه. وبتاع لما تدخل في الثلاثينات تكتشف انه المحاسب اللي اتجوزته اللي بيقبض 3000 جنيه مش هو خالص كان طموحها وقصه الحب اللي هي كانت عايشه فيها مش هي دي هم وبدات بدات, بدأت تغير في يصلي عليها افكارها <applause> تماما بدات تغير افكارها تماما في الثلاثينات لانه بقى رؤيتها للامور مختلفه واللي كان بيرضيها في العشرينات ما عادش بيرضيها في الثلاثينات آه وطموحها اتغير خصوصا لو هي في كارير وبتنجح وهو واقف في حته معينه ما عادش راضي لطموحها او هو حتى كراجل لو هو بينجح ومراته بقت ست بيته وقاعده في البيت بتربي العيال م. فما عادتش راضيه لطموحه في سن معين فهنا بيقرر يعني الجواز لا. السليم بيبقى في سن كام بقى بالكلام الكبير اللي انت عمال تقوله ده؟ انه الثلاثينات هو انسب سن للجواز اذا كنا اذا كنا <applause> <applause> الثلاثين بس على شرط ان الشخص يكون ناضج أطف. خدي بالك وممكن يبقى في العشرينات لو مش ناضج مش نضوج قد ما انت عارف انت محتاج ايه, ايه؟ عمره ما, طيب. بالزبط. بالزبط. ما هو الحنيه عمرنا ما نختلف عليه. بالظبط حد يبقى طيب بالظبط بالظبط كومباني هو النضج اللي هيخليني انا عارف انا عايز ايه أيوة لو انا مش ناضج عاطفيا مش هعرف انا عايز ايه ده رقم واحد تمام رقم اتنين بقى كنا بنقول السؤال التاني انه انه دلوقتي خلاص احنا قلنا لا الراجل بيبقى عارف هو عايز ايه او لا بقول بقى ان هي لما هي راحت للولد ده آه ممكن استني هو آه ممكن يتجوز واحده اكبر منه اه بس هي لما راحت للولد ده زي ما انت بتقولي كده هو اهله اللي هيجهزوه ما راحتلوش عشان هي حبته فعلا هي دورت على الحب المستحيل هي بتلعب لعبة نفسية. هي, بتعمل إيه؟ هي بتلعب لعبة نفسية مشهورة جداً إن أنا بختار الشخص اللي ما ينفعش. ونفس اللعبه لعبتها مع الدكتور النفسي دي مسليه جدا على فكره دي كم ادرينالين وسيروتونين طبعا طبعا ما اقولكش طبعا لأ القصص المستحيله دي تفظيعه خدي بالك بقى هي عملت نفس اللعبه مع الدكتور مم. النفسي لان هي عارفه ومتاكده ان الدكتور النفسي مش هيحبها ولا هي عارفه انها هي بتعمل كده قررت انها تحب اللي مش هينفع يتجوزها هي عارفه ان هي بتعمل طب كده؟ هي ليه الاول خلينا نفتكر هي ها. ليه او نسال كده هي ليه بتعمل ده لا هي, هي عارفه من قبل ما هي اللي بتعمل هي عارفه هي بتعمل ايه لا طبعا هي مش انا مش مبقاش مدركه بتعمله بتعمله بالعقل الباطن هي بتعمله بالعقل الواعي ما هي اكيد مش عارفه خلاص يبقى حرام اه بس خلينا نتفق على اتفاق هي ليه بتعمل كده هي ليه بتعمل كده عشان ما لقيتش الحب جوية. عشان عندها تخوف من الارتباط بقى هي بقى عندها تخوف من الارتباط فبتدور على ابعد ولا شخص يطلع لها فبتدور على ابعد شخص ينفع ترتبط بيه عشان تقرر انها ترتبط بيه طب وليه بقى هو ابعد شخص هو ليه في ستات ما هي عارفه كويس بتوعها؟ لا اه طبعا مفيش فيش لأ نعم بالذات يعني انت عايز تقول يا دكتور ان ولا دكتور نفسي اتجوز البيشنت بتاعته ولو حصل أو حبها؟ ولو حصل ولو حصل فهو كده يبقى انتهى قواعد المهنه وعمل ليه؟ ارتكب حاجه مخالفه للمهنه ايوه حبها وحب ظروفها وطلع افرض هي طلعت هي المارج اوف هيز لايف ولاف اوف هيز لايف المريض بيحس ان هو بيحب الدكتور لانه الدكتور ده الشخص اللي بيسمعني والشخص اللي بيحتويني والشخص اللي بيطبطب عليا والشخص اللي شايف مميزاتي طول الوقت والشخص اللي مش شايف عيوبي والشخص اللي انا بجيله في اي وقت انا محتاجاه بلاقيه ما ده جميل يا اخويا احنا عايزين اكتر من كده ما هو ده الدكتور مش الشخص يعني هي مثلا بتحب دكتور محمد لكن هي ما بتحبش محمد هي ما شافتش محمد اللي بالبيجامه هي شافت الدكتور محمد اللي بالجرافطه يعني والبدله جوزت وقاعد ورا مكتبه شفته بالبيجامه ما كده اللي انا عايزه لا لا, لا هي اه 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 هي شايفه الدكتور اللي قاعد ورا مكتبه شايفه الدكتور اللي ملتزم بقواعد واداب المهنه وسيم. اللي بيشجعها اللي شايف مزاياها هم. اللي بي بيوريها مزاياها وبيزود ثقتها بنفسها عشان ده جزء علاجي طب ده في الموضوع ما هو ده جميل عشان احنا في العياده لكن هو كشخص طيب بره العياده هيعمل كده مش هيعمل لا مش هيعمل كده يعني الدكتور النفسي مع مراته ما يعملش كده طبعا هو مش طول الوقت بيقبل اخطاء الناس وبيسمع ده بشر عادي واخطاء الناس ممكن يتنرفز عليها ويتعصب عليها طب ولو لو مراته عملت على حاجه ضايقته يتعصب عليها, عليها ما هو ده ما ينفعش مع البيشنت فعشان كده هو ملتزم بقواعد المهنه فعشان كده هي بدات تحبه يعني بس هي ما حبتش الشخص دي حاجه بقى مشهوره عندنا في الطب النفسي اسمها ترانسفيرنس اللي هو الطرح العلاجي ايه بقى ايه بقى الطرح العلاجي؟ الطرح العلاجي انه المريضه دي مفتقده مشاعر الابوه اللي هي ما ظهرتش شفتي بقى شفتي بقى ما ظهرتش خالص في القصه واقرا القصه عاي... ابوه متوفي غالبا مستنيه مستنيه ما جابتش سيرته فغالبا الاب ده متوفي تمام أوه. فالاب المتوفي بس ده بس ما تكلمتش ال... اه ما... ما عشان غالبا متوفي يمكن متوفي من وهي طفله ما شافتوش خالص ما فيش اي اي ذكور فاهم او اي رجاله في القصه في القصه فاهم؟ فاهم؟ خالص خالص هنا مفتقده مفتقده الاب اللي بدات تطرح مشاعر الابوه اللي هي محتاجاها على الدكتور فلما بدأت تطرح المشاعر بتاعة الاحتياج بتاعة الاب على الطبيب النفسي م. فحبته لان هو مديها صوره الاب اللي هي عايزاه لا, لا هو الحبيب. الحقيقة لا هي مش شايفاه حبيب زي ما هي بتقول هي شايفاه الصوره اللي في خيالها اللي هي صوره الاب المفقود فده الطرح الدكتور النفسي بقى لو حبها يبقى عمل حاجه اسمها كاونتر اللي هو الطرح المقابل هو فبدأ يعجب بيها ويحبها ده لو حصل قواعد الطب النفسي بتقول انه لازم ينهي العلاج النفسي ويحولها على معالج نفسي تاني سواء دكتور او اخصائي نفسي او اخصائيه نفسيه وما يشوفهاش لمده ست شهور. لو قرر انه ما زال بيحبها بعد الست شهور ممكن يروح يرتبط بيها لو عايز. يعني انا اقعد ست شهور ما اشوفش حد وافضل احبه؟ تخيلي؟ يعني ايه تخيلي ايه؟ ده طرح مقابل، ده طرح علاجي. يعني إيه بقى طرح علاجي إيه يعني هو المفروض هي بدأت تطرح مشاعر الأبوة دي فالمفروض هو ياخد بإيديها ويحل في النهاية مشاعر الطرح هو دلوقتي وتنتهي القصة إيه؟ العلاجية تنتهي القصة العلاجية بتاعتها بإن هي تفهمت إن هي طرحة على الدكتور مشاعر الأب والذكر اللي هي محتاجاه فعشان كده هي حبته لكن في الحقيقة هي بتحب الدكتور ورا المكتب لكن في الحقيقه هي بتحب الدكتور اللي هو المكتب وهي ما تعرفش الشخص ده بمجرد تفهمها كل. بمجرد آه. تفهمها للقصه دي هنا يبقى هي حلت الطرح العلاجي انا مش عايزاها تفهمها العلاج النفسي انت قد ما بص بقى يا دكتور الطبيعي الرد فعل الطبيعي اللي الدكتور عمله ده اه ايه ده ده هو ده الصح ايه كسره الخاطر دي يا يعني هو طب تخيلي ان كل المرضى هيحبوا الدكتور عشان طرح علاجي بيحصل عشان ترانسفيرنس بيحصل ما كل يعني ما هيحصل ترانسفيرنس هيتجوزها هيتجوز كل المرضى بتوعه عشان ما يكترش.. ما يكترش.. <applause> <applause> مش يعني منتقري. هو كان الطبيعي ان هو يعمل كده صح ده لازم يعمل كده لازم يعمل كده لانه قواعد المهنه واداب المهنه بتحتم عليه انه يعمل كده الحاجه الثانيه ان هو ما وقعش في فخ الكاونتر ترانسفيرنس يعني هو ما حبهاش غالبا ياسمين تبدو جميله من القصه كل دول بيحبوها آه حلو. فهي جميله بي. فكان الدكتور ممكن يقع في حبها بس الدكتور كان ناصح وشاطر وما وقعش في حبها وخد باله من الكاونتر ترانسفيرنس احب اقول لك حاجه بقى احب اقول لك حاجه في الحته آه. دي انت عارف الدكتور لو كان حبها كانت ياسمين ايه كتبته مش برافو عليك يا سلام ليه يعني بقى احنا مش عارفين ما ايه هي شخصيه نرجسيه اه. وكل اللي ما حتى انت وقعت في حب وكل وكل اه. بالظبط كده وكل ما هو هيرفض حبها وهيفهمها انه ده آه. طرح علاجي هتتمسك بيه هتتمسك بيه اكتر ايوه. برافو اه. عليك فاذا تمسكها بيه هنا تمسك مرضي مش تمسك حب بجد حصلت لك في العياده المشاكل دي قبل كده اه حصلت كتير يا بنتي تقول انا بحبك يا دكتور آه حمدي فبشرح لها كده بقول لها ده اسمه طرح علاجي وانت بتحبي الدكتور اللي ورا المكتب اللي, اللي لابس مع اه و ابني بعمل ايه اه اللي لابس جرافطه ولابس آه بدله وقاعد ورا المكتب لكن انا مش كده في البيت لكن في البيت انا مش كده وانت آه ما تعرفينيش فخدي بالك انه ده طرح علاجي والمفروض ينتهي العلاج النفسي بانك تتفهمي ان الدكتور دوره انه يساعدك، مش دوره انه يمثل دور الاب او انك تحبيه او ترتبطي بيه، وبمجرد ما هي تبدا تدي نفسها فرصه مع بقيه جلسات العلاج النفسي بتتفهم ده وتتقبله. يعني انت ما بتضطرش انت تطرحها على دكتور، امتى بقى لازم الدكتور كان يطرحها على دكتور تاني؟ ابعتها لدكتور تاني او احولها يعني لدكتور تاني ايه؟ لو انا بدا يحصل عندي كاونتر ترانسفرنس اللي هو الطرح المقابل يعني, يعني لو لو بدات اعجب بيها او احبها. لو دكتور حاسس بمشاعري لازم يزي... يحول المريض. ولو بدأ يحس ولو المريض يعني. متمسك قوي وقرفني في عيشتي احنا قلنا قبل كده انه في حاجتين ها. احنا ممكن آه نعمل امباسي مع الدكتور او سمبسي مع الدكتور آه. تعاطف او تفهم لازم اتفهم المريض بس ما تعاطفش معاه بمجرد ما تعاطفت معاه فانا دخلت في المشكلة بتاعته وبقيت واحد من اعضاء المشكلة بتوعه بس في ناس ولو أنا. حبيته ولو حبيته فانا كده عملت سمبسي فهنا هبوظ علاجه هاذيه يعني انت ما فيش ناس بتبقى متعاطف معاها لدرجه ان انت بتحبهم لا ما ينفعش بقى حب حب عايش عشق صعبانه عليك ايوه ايه في بني ادم يحصل في كل متفهمه متفهمه بس وحتى صعبان عليا دي انا متفهمه عشان كده هو صعبان عليا لكن مش بحبه لدرجه ان انا بقيت ايوه يعني مأزي انا قصدي انا قصدي متفهمه فطلع فلوس من جيبي وديها له ولا اقوم واخده في حضنه واطبطب عليه في او انزل أب... مش كده خالص <applause> ما هو ده ده مش ان يبقى صعبان عليك لانه خلي بالك يا دكتور دايما بنقول ايه اللي بيجي لك مش هو المريض النفسي وعايز اقول لك عارف اللي بيجي لك مين اللي أيوة بيجي لك اللي اتأذى من المرضى النفسيين اللي حوالينا ماشي الكلام ده احنا متفقين عليه وممكن المريض النفسي نفسه هو اللي يجي زي هنا ياسمين زي هنا ياسمين إيه مريضه نفسيه واتاذت من اللي حواليها فالاثنين يعني ياسمين الاثنين اه اتاذت من مامتها لان مامتها هاي اي اي واتاذت وهي نفسها بقت مريضه نفسيه بقى عندها اضطراب الشخصيه النرجسيه فبقت طول الوقت عايزه تلفت الانتباه وتخلي الناس تحبها وبمجرد ما تدخل في علاقه عاطفيه تبدا تبعد وده النرجس الخافي اللي قلنا عليه تبدا تبعد ويبدو ان في قله ثقه في النفس واضحه لكن في الحقيقه قله الثقه في النفس دي مش مش زي ما هي ظاهره كده ده في ثقه في النفس موجوده بس بشكل تاني وهي طب بتحاول هي تاكد لو لو نفسها من خلال العلاقات العاطفيه المتكرره ان انا مرغوبه وان انا كويسه لو مامتها دلوقتي هاي اي اي زي ما احنا قلنا او هي ان هي شخصيه آآ آآ صعبه ناقضة ال... وعدوانيه آه عن المشاعر معاها زي ما قلنا آه. انه ام ناشفه طب دي هتفضل كده يا ياسمين لو مامتها فضلت كده يعني احنا هنفضل اصل دي خلاص حاجه اتكونت في الطفوله اضطراب آه. شخصيه بينشا من الطفوله من طريقه التربيه بس احنا دايما اكسر ضلع يطلع لها 24 من طريقه التربيه ما انت عارف لو حضنتها وكده ما تعرفش تسيطر عليها تاني ده, ده ممكن تفضحها ده مش البنت بس ده والصبيان كمان الاب لا يبقى متخيل حبيب قلبي. لا الاب يبقى متخيل ان هو لما يزعق لابنه وينقضه طول الوقت فده هيشجع الولد انه يجيب درجات احسن لو هيطلعه فلما اه فلما يجيب 99 يقول له ما جبتش ليه 100 وينتقد الدرجه الناقصه هو متخيل إن ده هيطلعه احسن طب لكن أنا مش ده, في هيتطلع ده في الاخر هيطلعه ده في الاخر هيطلع الابن ايه مريض نفسي مش طب مش, مش ممكن أحسن. اقول له انا زعلانه منك انه ما جبتش ال 100% بس انا فرحانه بيك برده يعني ده برضو يبقى هاي لا برضو برضو غلط اه لان انا انتقدت انا بنتقد الولد انا مش محتاج ان انا انتقد الولد يا اخويا اي ونت تو بي بيرفكت انا بحب بيرفكشن يبقى انا بزرع فيه ايه كده بيرفكشن هو دول عندهم اضطراب الشخصيه الوسواسية برضو اه طبعا يعني لما الواحد مش عايز يبقى بيجيب درجات حلوه وتمارين البرفكشنزم البرفكشنزم و... ضد الطبيعه البشريه احنا كلنا كبشر مش كاملين والله العظيم فعلا بنغلط طيب الكمال لله وحده وضحكت دلوقتي الكمال لله وحده انا اسالك سؤال في حد جالك قبل كده وقلت له انت مش مريض نفسي اطلع بره اه في طبعا <applause> <applause> لا انت طالما فكرت بص يا دكتور طالما فكرت يبقى لا مفيش في انت قلت ان احنا كلنا مرضى نفسيين بنسب متفاوته ايوه ما احنا كلنا مرضى نفسيين بنسب متفاوته بس هي الفكره انه في واحد يستدعي العلاج وواحد لا يستدعي العلاج واحد ممكن يسيبه كده فحد اه مقاعد. اه اه فحد جاي لي عشان هو بيسرح كتير وعنده احلام يقظه طول الوقت واحد بيحب نفسه جدا فهو مش مش محتاج مش محتاج علاج هو محتاج يساعد نفسه انه يبطل يسرح كتير انا على كنت ما كنتش واخده بالي ان مامتها شخصيه ان شخصيه مضطربه او شخصيه عندها هاي اي اي زي ما احنا قلنا او كده مع ان اغلب الامهات كده في مجتمعنا عشان كده عايزين نغير الاتيتيود ده التربيه الايجابيه اذا كنا عايزين لا سيبك كلمه التربيه الايجابيه غلط كلمه غلط اصلا لانه لو لا ما كانش يتقرص كده اهو ما يمشيش عدل التربيه التربيه ما ينفعش تبقى بس ايجابيه التربيه <applause> لازم يبقى فيه عقاب لان احنا بنتولد بغرايز واذا كنا عايزين نربي ضمير لازم يبقى فيه عقاب العقاب بس إيه الفكره ان العقاب ما يبقاش طول الوقت وما يبقاش فيه نقد طول الوقت ومبقاش فيه اهانه طول الوقت وانا شايف ان انا كده كويس وزي الفل ما أنا عشان انا عايز الواد يطلع كويس طب لو انا اتقمصت ده 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 زي طبعا. الفل اه اه والله صح. ما انا مكلمك طالما انت آه, آه انا آه انا ماشي. واخد جنب وده في حد ذاته عقاب جدا يربي الضمير عند الطفل ويحسسه بالذنب فيقرر الطفل انه يغير ده العقاب الصمتي ده عقاب ده عقاب لا ده صمت عقابي آه صمت العقاب الصمت العقابي الصمت العقابي ده بيحصل بين الازواج بين الازواج لما هي تتقمص فتقوم سايبه له الاوضه وداخله اوضه ثانيه اه صمت دي عقابي دي بتغيظ قوي اه جدا دي بتغيظ جدا لكن ده ملوش علاقه دي بالتربيه، التربيه هي الام هدفها انها توصل انها زعلانه من الموقف اللي حصل بس من غير ما تاذي الطفل ومن غير ما تنقضه بس في احيان انا اعرف اطفال ولا بيفرق معاها اقسم بالله مع يعني, يعني انا اقول له انا هديك الايس كريم ومش هكلمك ياخد الايس كريم ولا كانه شايفني، هنا خدي الله بالك بارك عندنا هنا هنا خدي بالك آه. الطفل ده متربي أوه. على انه الحاجات الماديه هي الاساس يعني دلوقتي او في حاجه اسمها قلنا الصمت العقابي اه ماشي لو انا دلوقتي ده من الازواج لكن مع أوه. الاطفال هو مسموش صمت عقاب مع الاطفال انا باخد تايم اوت من الطفل واقول له انا زعلانه منك وما تكلمنيش عشان انا زعلانه منك فالطفل يحس بالذنب فيقرر انه يصالحك ويجي يعتذر ويقول انا اسف ما ينفعش اقول له ده, ده نوع من العقاب جيد في انواع ثانيه من العقاب زي العقاب بالحرمان ان انا أه ما اجيبلوش الحاجه اللي هو عايزها او احرمه من انه يروح التمرين اللي هو عايزه، ده جيد برضه بس ده الى حد ما يعني ايه؟ يعني برضه ده كويس لما الطفل يكون هيستجيب بالعقاب ده وهيجيب نتيجه من العقاب ده. ده ممكن ده. يبقى عنادي اكتر مني ولا يفرق معايا. هضطر هضطر انا ازود العقاب اكتر فاقوم عند اكتر أوه. هنا الطفل ده محتاج تدخل علاجي لان الطفل ده عنده اضطراب عناد ده هنا عنادي. فأنا عمال أعلي في الأمراض أنا خايفة هنكمل بقية ي... الحلقة هلاقي المجتمع كله عنده حاجات مش باينة أيوه عشان إحنا عمالين نورث أمراض نفسية لأولادنا، إحنا فاهمين إن إحنا بنربي وإحنا عمالين نورث أمراض نفسية زي في القصة كده أم ياسمين كانت مريضة وورثت بنتها الأولى مرض الفصام وورثت ياسمين نفسها اضطراب شخصية نرجسية بطريقة التربية الغلط اللي كلها نقد وكلها خوف زيادة وحماية زايدة يعني هو كده كل الأطراف في القصة مرضى إلا الدكتور أه الدكتور الوحيد اللي صح. آه. والباقيين يعني الشخصيه السامه <applause> التوكسيك والولد اللي باعها اللي اصغر منها 10 سنين طلع عيل وخطيبها الاولاني كان كويس جدا برضه بس مات بقى ربنا رحمه عشان كان هيخش في مشاكل كتيره لو كان اتجوزها طب ده العلاج بتاعها هياخد قد ايه لو ده علاج اضطرابات الشخصيه سنتين على الاقل علاج نفسي متواصل بادويه؟ سنتين علاج نفسي جلسات علاج نفسي جلسات لكن علاج غير نفسي ادويه مش لا محتاج ما مش محتاج ادويه لان خدي بالك الاضطرابات الشخصيه علاجها الاساسي هو جلسات العلاج النفسي سواء معرفي سلوكي سواء علاج نفسي تحليلي سواء علاج دايلكتيكال اللي هو علاج جدلي سلوكي بس في حكايه الشخصيه النرجسيه بالذات احنا بنحب جدا العلاج التحليلي لانه التحليل بتاع الشخصيات والام وتاثيرها واختها وتاثيرها وفقد الاب كل ده هو اللي وصلها في الاخر انها تبقى شخصيه ايه نرجسيه بشكرك يا دكتور حموده نورتني ميرسي يا دكتور استنونا بعد الفاصل استنينا يا ياسمين محتاجين نتكلم معاكي تاني إذا اقول لكم ان في جمله منتشره جدا على السوشيال ميديا اليومين دول بتتقال كده لما حد يجي يعمل حاجه كويسه فتتقلب عليه أو تاذيه أو تأذي حد قريب لي يعني ساعتها الناس له إيه جون جامد جدا بس أنت دخلته في نفسك مش في مرمى الخصم أنت بتعمل إيه وده اللي حصل في حكايتك يا ياسمين لما تصرفتي صح ورحتي لدكتور نفسي عشان يساعدك ان احنا نرتب افكارنا ونخلي حياتنا بشكل سليم حولتي قصه العلاج لمأساه جديده ومشكله من مشاكلك خليتي الدكتور النفسي اللي المفروض ان هو يساعدك طرف في المشكله بيتهيألي الدكتور دلوقتي مش عارف يعمل ايه ها محتار مش عارف بقى طب يكمل علاج معاكي وما يتخلاش عنك ولا يسيبك ولا يعتذر ولا يوديك الدكتور تاني ياسمين انا مبسوطه منك جدا بحترم وضوحك صراحتك مش بس في حكايتك الاخيره مع الدكتور اللي حبيتيه لا مع كل تفاصيل حياتك الناس اللي اتخطبت لهم وسبتيهم وسابوكي الرجاله المتجوزين اللي علقتيهم بيكي وعايزه اقول لك انه بخبرتي بسيطه اللي قد كده اقدر اقول لك ان المشكله الاكبر في كل حاجه حكيتيها فيكي انت قبل ما تكون في اي حد تاني عشان انت عملتي ايه؟ خليتي ان شخصيتك تكون مليانه التناقضات دي هي اللي عماله تسوقك وتتحكم في حياتك مش انت اللي بتتحكمي فيها حبك الفظيع لمامتك وفي نفس الوقت كرهك لتصرفاتها معاكي وانها مش بتحضنك ومش بتقولك بحبك وان انت مش قادره تتعاملي لحد النهارده او تتقبلي وفاه خطيبك الاولاني وفي نفس الوقت جريتي هتخطب تاني قبل ما هيل او قبل ما تعافى بدل ما نحل المشكله لا بنورط نفسنا في مشكله جديده حتى في حبك الأخراني ده للدكتور النفسي أنا عن نفسي ما أقدرش أقول عليه إنه هو حب ممكن اسمه احتياج يا حبيبتي يعني أنت مثلاً حبيتي نفسك فيه حبيتي إنه هو مبسوط بالإنجازات الصغيرة بتعمليها دورتي على النقصك في حياتك وحطيتيه في شخصيته هو مهتم وعلى طول موجود اعتبرتي إن هو البطل بقى هيخلصك من كل حاجة أنت فيها مفتاح الـ 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 يعني المشكلة الـ الحقيقية زي ما بيقولوا عندك أنت مش عند حد تاني ايا يعني كان هو مين بتحبي نفسك يا اسمي بتحبي نفسك بتعلمي ازاي تبسطي من غير ما تكوني مرتبطه او من غير ما تكون سعادتك مرتبطه بايد ناس تانية. انا ما اقدرش اعيش من غيرهم لو مشوا وسابوني هموت لازم نتحكم في مشاعرنا نتخلص من روح البنت المراهقه او اللي على طول محتاجه او لازقه لحد اللي جواكي وساعتها هتبقي نضجتي هتعرفي تحبي صح، تختاري صح، انتي محتاجة إيه ومش محتاجة إيه، حياتك هتبقى في إيدك، مش في إيد حد تاني. مش صح، اللي بتعمليه كله مش صح، وخلي بالك غصب عننا يوم ما بنتعلق بحد أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما بيخليهوش. لأنه دايما يقولك لو عايزة تعلقي بحد تعلقي بربنا. حبي حد في الله عشان ربنا يخليه لك بس انتي عماله بتعملي ايه اجري من هنا واعمل هنا واكلم الرجاله متجوزين وبعد كده ضميري يانبني فاقول لهم لا انتوا ازاي بتشتموا في مراتاتكم وازاي مش عارف ايه ياسمين حبي نفسك حسي انك حلوه لانه البنات اللي بتعمل كده بتبقى عندها يعني ما عندهاش ثقه في نفسها فحاسه ان هي عايزه تسمع كلام حلو او عايزه ان هي تبقى احلى من مرات الراجل ده فأتكلم الراجل المتجوز او تكلم مش عارف مين او مثلا تروح تتخطب او تعمل ولا قصه من القصص اللي حكيتيها حلوه خالص ولا تنفع سمعتي معانا نصايح دكتور حموده في الفقره اللي فاتت وسمعتي كلامي دلوقتي ومش قصدي ان انا اكون جامده عليكي ولا ولا ان انا بقاسي عليكي ولا ناشفه معاكي والله بس انا بقول لك حاجه ليكي وهتفتكريها وهتبقي تدعي في يوم من الايام تقولي قالت لي كلمتين لله واستنى منك رسالة عشان خاطري طمنيني فيها عملتي ايه واستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصة ياسمين هل حصل قبل كده انه حد يروح دكتور نفسي ممكن يقع في حبه طب بيتعاملوا ازاي ابعتوا لنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام وواتساب وقولوا لنا هل حصل معاكم ولا ما حصلش حصلت لحد قريب ليكم ولا لا وهستناكم في قصه جديده بس تكون حقيقيه باي باي